أخي الآن لو أخطأ في الكتابة إيش يصنع؟ يقطع لا. الورقة؟ طبعا بالنسبة لل مبتدئ اي نعم الطالب مبتدئ ايوه ما عنده حل مع هذا نعم. القلم هذا القلم صحيح نعم لانه قلم الخط ما يمسح لكن بعد هذا اذا نعم. بدا في المرحلة الثانية مثلا او الثالثة المرحلة الثانية عندنا اقلام يعني حديد وعندنا احبار صينية قابلة للمسح قابلة للمسح نعم. وممكن احيانا يكون المسح بايش يعني مزيل او لا لا طبعا بالمشرط بالمشرط نعم بحك الورق او الكتاب نعم أيه. استطيع اخراج الحبر لكن على نفس هذا الورق نفس الورق نعم نفس الورق هناك احبار اخرى تمسح بالماء منديل وماء تستطيع ان تمسح اي قطعة من الكتابة لكن الله اعلم هذا جيد حتى ما يخطئ يعني تعلم انه لا يخطئ صحيح نعم الله يوفقنا وياك جزاك الله خير بارك الله.